انا شفتهم محطينهم في باج جنيهم بالذمه من تونس حبينا نتوقوها خاطر لعبت كنت تشكر فيها لا انا ديما زين نكون ذقت مره حصلت هذه منا خاصه اهلا وسهلا بالجميع مرضى الله برضا الوالدين الناس الكل تفرجتوا في الصوره تعرف اللي احنا موجودين في الميناء القديم من مدينه بنزرت مدينه الجلاء نلتقي مره اخرى وفرصه اخرى تتاح لنا في هذه المدينه لتقديم لكم نوعيه جديده من اكل الشارع هذه المره اكل الشارع ضيف عزيز على تونس لانه اولا ضيف لانه الجنسيه تاعو ماهيش تونسيه اولا هو فلسطيني خونا خليل لقب الاسم خليل واللقب مصري خليل المصري من فلسطين الحبيبه موجود هنا ولكن جاب لنا الكنافه الفلسطينيه لانه هو فلسطيني ويقدم فيها التوانسه لهنا باش نشوفوا معاه الخصوصيه نتاع الكنافه الفلسطينيه واللي قدم فيها لهنا التوانسه خونا خليل عسلامه مرحبا بك حياكم الله يا سيدي حياك الله دونك حبينا باش نحكيو شويه على الكنافه الفلسطينيه اللي قدم فيها في مدينه بنزرت كيفاش جاتو الفكره وقتاش بدا وشنو هي الكنافه الفلسطينيه وباش تمتاز على الكنافه اذا كان لبنانيه ولا سوريه المفيده اللي موجوده في الشرق الاوسط اول واخيرا اهلا وسهلا سيدي حياكم الله بدايه نترحم على ارواح الشهداء في فلسطين نتيجة القصف العدوان الغاشم على قطاع غزة في هذه الأيام ربنا يرحمهم جميعا ويصبرهم نحكي توا في موضوع الكنافة، الكنافة هي حلويات فلسطينية النوع اللي أنا بعمله اسمه كنافة نابلسية. الكنافة النابلسية هذه مختص فيها يعني في مدينة نابلس، اختصوا فيها مدينة نابلس، هي الكنافة بشكل عام احنا ممكن نقول الأصلها تركي كأصل لكن في نوع اسمه اللي هو الكنافة النابلسية هذه كنافة ناعمة تصنع بالجبن العكاوي اللي هو الجبن هذا أصل فلسطيني فهذه الكنافة معروفة في مدينة نابلس فهذه أصلها فلسطيني النوع اللي أنا بعمله الآن في تونس هو نوع فلسطيني أي شيء كم صحن بدك المكونات نتاعها المكونات تبعتها هي الكنافة نفسها عجينة الكنافة اللي هي الناعمة الفلسطينية نحط معها جبن عكاوي جبن بصنعه يعني خاص للكنافة هذه ومعها الفستق والشحور والسمن والسمين طريقة الإعداد نتاعها طريقة التحضير شنو الخصوصية في عملية التحضير نتاعها هو تحضيرها شوي بغلب لأنه لازمك يعني أطباق خاصين فيها اي غلط اي حاجه على الغاز لازمها غاز يعني زاد خاص الدرجه اللي لازم تتحكم في عيارات الغاز لازم تتحكم في عيارات الصحن نفسه لازم يكون خاص للكنافه احنا مبدئيا نستخدم صحن الالمنيوم هذا صحن الالمنيوم نستخدموه لكن هو الاصل تبعه بنعمل بصحن نحاس النحاس معروف بيوزع الحراره فبتنحرقش الكنافه وكلها بتيجي نفس الشكل احنا بنحاول نوسع بالنا مع هذا الموجود لحد ما نجيب من فلسطين يعني صحن نحاس الثمن نتاعها اسكو ثم انواع معينه من اللي تقدموه من المنتوج هذا ولا نوع واحد وعندكم ثمن واحد تخدموا به؟ احنا عندنا اول الحجم هذا احنا كنا نخدمه باكثر من حجم لكن ما شاء الله مع يعني مع اقبال الناس وكل حاجه ما قدرناش انه نزيد الاحجام الاخرى لانه نتلخبط شويه. طيب. لقيت نستخدمه حجم واحد سعر واحد السعر 5 دينار
الحجم هذا هو لفت قلبي. هلا لو حط لها البرف يا عيني. هذا كم هي؟ كلها كم هي؟ توقيت العمل نتاعكم الصيفي والشتوي باش اللي يتفرج النجم يجي ويعرف روحه وقت اللي يجي يعرف روحه ولا مشي يلقى الكنافه الفلسطينيه ويلقى خليل المصري موجود. احنا في فلسطين غالبا الكنافه والحلويات بشكل عام نقبل عليها في الشتاء في رمضان. في رمضان لانه دائما يكون واحد مفطر ولازم يحلي. في الشتاء لانه بتكون الدنيا بارده بدك حاجه ايش تدفي. نستخدم الحلويات احنا في الشتاء وفي رمضان. لكن في الصيف بحاول اني اجي في الوقت اللي تكون الدنيا بارده شوي يعني مستحيل اني افتح مثلا من الصبح ولا العصر. فبفتح من بعد الساعه 5 5 ونص 6 كم الايام؟ الساعه 12 بالليل الساعه 11 حسب يعني كم الايام الاسبوع ولا عندكم نهار فيه راحه؟ حاليا في الصيف بنشتغلوا كل يوم كل يوم في باقي الايام يعني قبلكم نرتاحوا يوم الاثنين لانه ما فيش اي حركه نشتغل باقي الايام لكن توا يوم الاثنين ما شاء الله في اقبال فرجعنا نشتغلوا كل يوم. دونك احنا نشكروك ما نحبوش نقلقوك ونخلوك مع الحرفاء نتاعك. شكرا جزيلا يعطيك الصحة على رحابة الصدر. كلمة أخيرة للفانات نتاعنا اللي تبعوا فيك. سيدي أهلا وسهلا فيكم ومنورونا ومشرفونا شكرا إن شاء الله يبارك لكم. شكرا جزيلا. نحن كذلك نتمنى السلامة لأهلنا وأشقائنا في فلسطين الحبيبة. نترك أخونا خليل لعمله. شكرا جزيلا. دونك هذا الفيديو نتاعنا مع الكنافة الفلسطينية. ندعوكم لزيارة مدينة بنزرت، زيارة الميناء القديم، معناها أجواء عالمية بصراحة اللي لربما أنا درت الجمهورية التونسية كاملة ما لقيت الجو عالمي بالطريقة هذه، خاصة من ناحية العائلات والهدوء الأخلاق العالية، ما تسمعش كلمة ماهيش هي خارج النطاق. دونك أنا نشجع العائلة التونسية على زيارة مدينة بنزرت، زيارة الميناء القديم موجود فيه كل شيء. الناس المخمخة كيف كيف تنجم تجي، أنواع الأكلات الكل اللي تحبها وتشتهيها موجودة، من الملاوي للكبتاجي للحلويات للكلاس للتاي للقهوة إلى غير ذلك. أنا مش نخليكم لأني مش نحب نكمل الدورة نتاعي. يعطيكم الصحة، شكرا جزيلا على حسن المتابعة والإصغاء. نلتقي في فيديو آخر من منطقة أخرى من تونس الخضراء. إلى لقاء قريب، وما أريد الله إلا برضا الوالدين.